رايح وي. صباحكم بألف خير. الأربعاء 29/2 نوفمبر، القمر مرافقنا برج الثور، يعني القمر عم بيتحضر ليصير فول مون بكرة المساء. تأثيرات القمر بدر بتبلش من اليوم. عندنا برجين إجمالا بيكونوا متوترين اليوم أكثر من غيرهم، مواليد برج طبعا مواليد برج العقرب عندهم بعض التوترات، الأسد والدلو أيضا. كيف رح بتكون أبراجنا اليوم؟ البداية مع برج الحمل. حاول مولود برج الحمل أنك تمشي الأمور بالتي هي أحسن، انتبه لبعض المصاريف الإضافية، حاول أنك تساير، حاول تهتم بأمورك الصحية وأمورك المالية أو المصرفية أكثر. الأكثر تعبا 13 و14 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، لأنه القمر ببرجك اليوم، الأجواء عند مولود برج الثور تحمل بعض الطاقة يلي بتدفع مولود برج الثور يكون حكوجي أكثر، نشيط أكثر، ديناميكي وفعال، يعني بتقدر تاخذ وتعطي نتائج أكثر. بين اليوم وبكره مولود برج الثور عنده أمور بتتسهل، بيمشي حاله، إذا كانت واقفة بترجع بتمشي وبيخلص من كل التعقيد. لكن انتبه، مولود برج الثور إذا عم بتقرر على شيء على الأرجح له علاقة باتفاقية معينة، ففكر فيها منيح قبل ما تقرر. الأكثر حظا 23 و 24 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم مولود برج الجوزاء نهاره ضعيف، نهاره خفيف، نهاره نجمه قليل مثل ما في بعض الناس بيعرفوا. اليوم وبكرة والجمعة الأجواء ضعيفة، فارغة من كل حظ، من كل حسم، وأمورك عالقة ما بتمشي، مثل العجقة السير بتقعد بتعلق فيها بهالثلاث أيام، فكون حذر. انتبه لأوضاعك الصحية أيضا، وانتبه من المحتالين. الأكثر حظا 14-15 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، مولود برج السرطان نهاره أحلى شوي من اليومين اللي مرقوا. اليوم مولود برج السرطان حابب يشوف ناس، يغير جو، ونصيحة غير جو وانبسط وكيف، لأنه اليوم نهار جيد للاحتفالات، ويمكن الحظ يكافئك بخبرية بتروح تحتفل فيها مع أحبائك وأصحابك، مش بس اليوم، الخميس والجمعة أيضا. والأكثر حظا 6-7-8-9-10 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد، بعتبر هنهار متعب، ثقيل، ثقيل. يعني اليوم مولود برج الاسد عنده مسؤوليه كبيره لكنها كثير مهمه، الا اذا كانت تتعلق باحد الوالدين او مسؤوليه عائليه. هنالك عند مولود برج الاسد موعد مهم، مطلوب منك تعطي افضل صوره وافضل انطباع. مولود برج الاسد يمكن اهلك او عائلتك او امورك الشخصيه اليوم تكون عم تاخذ من اهتمامك ومن طاقتك، فحاول ما تتوتر من الايام المتعبه بهالشهر، خاصه عند مولود 21/22 اب اغسطس، كونوا حذرين. اما بالنسبه لبرج العذراء، بيفرح مولود برج العذراء، مبين سنه، بيضحك، واخيرا بتخف عنده الضغوط. اليوم الخميس والجمعة أيام حلوة عند مولود برج العذراء بكل هالشهر، مطلوب منك تقوي قلبك، تكون جريء، إذا عارف حالك شو عندك. حاول مولود برج العذراء أنك تطرح فكرة جديدة، تدافع عن فكرتك وتخوض التجارب، ما تخاف. نتفت مغامرة اليوم إذا مدروسة ومحضر حالك لإلها، مش عاطلي. يلي بدي نبهه من السرعة والمجازفة هو مولود أول برج العذراء 23/24، ورح ضيف لألهم 25 أب أغسطس. أما بالنسبة لبرج الميزان، مولود برج الميزان من بعد ما قضيت يومين أو ثلاثة يومين شوي نرفزوك أو عصبوك، اليوم مولود برج الميزان عنده دعوة أو مدعو لحتى يرجع يزبط أموره، أوراقه، ويزبط حتى حساباته، وما يطلع من بيته إذا مش حامل كل وراقه، إن كان الهوية، إن كان وراق الأسيرانس، كل شيء بدك تكون كامل، لأنه معقول اليوم تعيش تجربة أو تمتحن بمسألة معينة، بدك تكون كل الدوسيه والملف معك. انتبه من أمور طبية أو استشفائية طارئة. وبتبقى المواليد الأكثر تعباً، مواليد 16-18 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب، لأنه القمر فول مون يعني مقابلك ببرج الثور، مولود برج العقرب يمكن اليوم شخص ما كتير ما بيلقى مزحة، فما نحاول نمزح معه اليوم لأنه عقله مشغول بشي تاني، مشغول بأمور صعبة أو جدية أو رصينة جدا، أو بالنسبة له كتير مهمة، مش فاضي يمزح وينكت. يمكن اليوم مولود برج العقرب بيفهم الأمور خطأ،
وكل شيء بحلله من منظار سلبي. لذلك اليوم أنت متقلب الطباع مزاجي واحتمال تشكل لحالك أو تسبب لحالك مشاكل. أحلى شيء بتعمله خاصة إذا عندك موعد مهم بدك تطول بالك كتير لحتى هالموعد يطلع ناجح. والأكثر توتراً 20 لـ 22 نوفمبر. بالنسبة لبرج القوس، مولود برج القوس يمكن اليوم يكون تعبان، مش بس اليوم، عندك 3 أيام. مولود برج الثور تأثيرات القمر عليك البدر متعبة هالمرة، بتخليك بتبتعد شوي عن الأضواء أو بتخليك تتعب بسرعة، بتحس إنه ما عم فيك تكمل نهارك أو بتتشكى بنص نهار إنه أف شو هالنهار المتعب والمهلك. نظم وقتك، انتبه لصحتك، غذائك بده يكون جيد، ما تبالغ بمأكلك ومشربك، وحاول تدخل لحياتك اليوم بعض الاستراحة والراحة. الأكثر حظا نسبيا 28 29 و 30 نوفمبر. بالنسبة لبرج الجدي بعتبر نهاره كتير حلو. مولود برج الجدي بعد ما قضى يومين مهموم عتلين هم ومش فاضي يلتهي بحاله لأنه همومه العائلية والشخصية وحتى العائلية كمان تقيلة كانت، اليوم نهار بيقول له لمولود برج الجدي صار وقت راحة، استراحة وعطلة. الأربعاء الخميس والجمعة 3 أيام ورا بعضهم بعتبره من الأيام الحلوة بشهر تشرين الثاني نوفمبر، وخاصة إذا حابب مصالحة، تتقرب من حدا أو تصالح حدا. الأكثر حظا يعني حتى مهنيا أجواء جيدة جدا. الأكثر حظا 25-26 ديسمبر. نوصل لبرج الدلو. من امبارح نبهت مولود برج الدلو انه مقبل على 3 أيام صعبين. مولود برج الدلو مش بالضروره يكون نهار صعب، لكن ما كانه مولود برج الدلو مرتاح كثير على وضعه، اذا عم بيحكي مع حدا بضل انه نظرته ضايعه شوي وكانه عم يفكر في شيء ثاني براسه. الاجواء متقلبه، يمكن بسبب مساله عندك بالبيت او بسبب امور لك بتخصك او منزلك. مولود برج الدلو يمكن الامر يتعلق باحد الوالدين، جميع الاحوال يمكن انت تكون تعبان وحابب تقعد بالبيت تتمارض او تتغيب فقط لانه ما طالع بالك تسمع عجقه وضجه، تبقى الاكثر تعبا. مواليد كانون الثاني يناير. اخر الابراج برج الحوت، بعتبره مولود برج الحوت بوضع فلكي جيد جدا، بيسمح لمولود برج الحوت انه يكون شخص اليوم داخل بحلقه الاشخاص المفاوضين والمحاورين. ما تخاف من أي مقابلة، ما تخاف من أي موعد، بالعكس يلي ما بيجي لعندك اليوم روح أنت لعنده، يلي ما بيرد عليك اليوم ضلك دقدق. اليوم نهاره حلو لمولود برج الحوت، بيسمح له أنه يتفاعل مع محيطه بشكل إيجابي جدا، وأفكارك كتير حلوة منورة فينا نقول، وبتلاقي أذان واهتمام. الأكثر حظا مولود 4 لـ 8 أدار مارس. وبختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنة، هالسنة أنا بعتبرها كتير مهمة، مش بس لمولود اليوم، لمولود بكرة وبعد بكرة. لمولود اليوم انتظاره سنة تسلط الأضواء على قدراته الاجتماعية التفاعلية مع محيطه، سواء كان ولد صغير، سواء كان إنسان بيشتغل ما بيشتغل، إنسان كبير بالعمر، إنسان متقاعد. هيدي سنة كتير مهمة، يمكن تسمح للعازب بالارتباط، ويمكن تسلط الضوء على استقرار علاقتك ومصداقيتها إذا كنت متزوج أو مرتبط بعقد عمل. لذلك هالأمور هيدي كتير مهمة هالسنة لمولود اليوم وبكرة وبعد بكرة. نوفمبر، أدار مارس، تموز، يوليو أفضل أشهر. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي.